من العيش في المنازل لعقود من الزمن إلى ضنك العيش في التشرد والنزوح عشرات الأسر من سكان منطقة صولة ونخيل شرقي مديرية القبيطة يضطرون لمغادرة مساكنهم هربا من قصف ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة لم معنا بيوت ولا معنا قل فرشان ولا كنابل ولا معي خرجوا من البيوت حقنا وعزاز مكرمين على سرحنا وعملوا المنازل حقنا هذروهم النازحون من هذه المناطق المكتظة بالسكان يقاسون ظروف نزوح بالغة الصعوبة فمن افتقارهم الى مياه الشرب والغذاء والاغطية الى صعوبة الوصول الى المراكز الصحية والمدارس بعد ان نجوا بحياتهم من قصف وقنص ميليشيا الحوثي من داخل المدرسة حوالي ثلاثة اسرة يعني مع الاطفال والرجال وال... وبسبب يعني ما يسعناش الغرف ما بيعناش فرشان كنابل يعني ما عناش ادوات حمامات طبعا مساله الانتهاكات كثيره جدا في هذه المنطقه نزحت حوالي 63 اسره وتضرر الكثير من الاسر حوالي اثنين اطفال اصيبوا وثلاثه اشخاص جرحى وتم قنص شخص وهو في المستشفى بالنسبه لمنطقه ثوجان تم قنص اثنين من الاشخاص وتوفوا في لحظه التشرد هذه واحتياج لمستلزمات المعيشه لمجد هذا الرجل غير ماشيته التي يقصد بها احد الاسواق القريبه لبيعها ومواجهه اعباء الحياه ومحاوله التكيف في بيئته الجديده وهذه البيوت كلها وهذه القرية بشكل عام وهي قرية صولة في هذه المنطقة فيها 363 أسرة كلها هجرت خارج إطار خارج إطار المنطقة يعني في منها إلى تعز إلى إلى الربوع إلى مناطق مجاورة ذهبوا وتركوا مواشيهم وتركوا كل ما يملكون في هذه البيوت نزوح الأهالي جاء بعد أن قصفت الميليشيا بالقذائف في مساكن عديدة في قراهم نجم عنها إصابة عدد من المدينة بجروح ما ألحق دمارا في المنازل كما اعقب القصف حصار على المنطقه قيد من حركه وتنقل المواطنين <applause>